هذه الحشرة لا تدرك أنها على بعد سنتيمترات فقط من الموت. إنه عنكبوت الباب المسحور، يحفر حفرة في الأرض ثم يصنع غطاءً لها. الغطاء مصنوع من مزيج من خيوط العنكبوت ومواد أخرى موجودة حول الحفرة، ثم يختبئ العنكبوت داخل الحفرة منتظراً مرور فريسة. عندما تمشي أو تزحف فريسة محتملة مثل حشرة أو حيوان صغير على مسافة قريبة، تنتقل الاهتزازات الناتجة إلى العنكبوت عبر الأرض. يشعر العنكبوت بهذه الاهتزازات عن طريق شعيرات صغيرة على أرجله وجسمه، بعدها يقوم بتحديد موقع وحجم الفريسة المحتملة، وبمجرد اكتشافه لهدف مناسب، يقفز العنكبوت على الفريسة ويأكلها.